بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات بلاقي فاميلي بيكون فيها بارامتر خاص بيها، يعني فاميلي بارامتر، وانا محتاج القيم ديت. يعني مثلا الفاميلي ديت فيها قيم زي الويت والهاي، القيم ديت انا عايز ادخلها في السكادول. فلما بروح اقبل السكادول واحاول اضيف القيم ديت، ما بلاقيش عندي هنا ويتس خالص، ما بلاقيش القيم اللي انا محتاج ان انا اضيفها. طيب اعمل ايه بقى؟ بكل بساطة خلينا ندخل على الفاميلي نفسها، اقول له اديت فاميلي. انا محتاج عشان تشتغل معايا ان انا يبقى عندي شيرت برامتر، هقول له اعمل لي شيرت برامتر، نيو برامتر شيرت. تمام، اقول له انا عايز ضيف لي برامتر اسمه ويتس، تمام، نوعه نفس النوع اللي انا عايزه هنا. تمام، اخليه جنس، واقول له ضيف لي واحد تاني اسمه هاي. هاي، ايوه، وبرده نفس النوع، لازم يبقى نفس التايب. اقول له اوكي، اضيف لي الهاي والويت، وزي ما دام هو تايب يبقى هو تايب. اوكي، طيب نضيف التاني برضو، اقول له انا عايز شيرد بارامتر ويت 1. اوكي تمام. حاجه اقول له ان الهاي 1 ديت تاخد قيمتها منين؟ تاخد نفس القيمه بتاعت الهاي والويت، تاخد نفس قيمه الويت. يعني هاجي على الويتس ديت واحطها هنا، ونفس قيمة الهاي ديت هي اللي هتبقى في الهاي ديت. تمام، أو يبقى هو اوتوماتيك اول ما القيمة تتغير دي هتتغير وتظهر معاه في السكادول. هقول له اوكي، واقول له لود انتو بروجكت اند كلوز، واختار المشروع بتاعي، واقول له اوكي. خليني اجي هنا واروح اروح للسكادول، اقول بروبرتيز، اقول له ضيف لي الهاي 1 والويتس 1. اوكي، فلاقي القيم ظهرت لي من غير ما اقعد اكتبها انا تاني.